بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أحكي عن كلمة تستخدم كثيرا، وهي أنه هذا لا يمثل الشعب أو ذاك لا يمثل الشعب. لما يطلع صوت نشاز أو ما احنا نعتبره نشاز ويدلو بدلوة، ثم يطلع الثاني والثالث والرابع وكلهم يحكون نفس الشيء، وبعدين باقي العالم تقول هذا لا يمثلنا. واجيبها بالذات على المطبعين العرب، بل ليسوا مطبعين، بل هم صهاينة العرب والكارهين للشعب الفلسطيني. كل ما يطلع واحد من هاي النماذج القذرة يطلعون الباقي ويقولون هذا لا يمثلنا، هذا لا يمثلنا. زين يابا، وين الأصوات اللي تمثلكم؟ أشو ما شفنا صوتي يمثلكم اللي هو مع القضية الفلسطينية ومع العروبة. المتصهينين الخليجيين والسعوديين بالذات حجتهم هو أولا أنه حماس تأخذ الدعم من النظام الإيراني، لكن في نفس الوقت كلهم عندهم علاقات مع النظام الإيراني، وبيهم من يدفع الجزية للنظام الإيراني، وبيهم من يغسل الأموال للنظام الإيراني. الجواب الثاني أنه والله حماس منظمة إخوانية. أي نعم، حماس منظمة إخوانية، وثم ماذا؟ اخوان مصر ليسوا اخوان فلسطين، اخوان مصر واخوان فلسطين ليسوا اخوان تونس. اني بالنسبة لي اني ضد منهج الاخوان جملة وتفصيل. منهج التدريجية منهج فاشل، منطقيا فاشل، لان انت تدخل على نظام فاسد. هل فعلا راح تغيره تدريجيا؟ لا، بالعكس، انت راح تدريجيا تفسد. ومن الناحية الدينية لا يوجد شبه الدليل لمنهج التدريجية، لكن يجيك هذا اللي يسب الاخوة الفلسطينيين وذاك اللي يسب الاخوة الفلسطينيين بهذه الحجة. زين، انتو هسه عادة الاخوان؟ ما قبل 2011 كان الاخوان هم البروفيسورية اللي بجامعاتكم، كانوا الاخوان هم لأمة في جوامعكم، كان الاخوان هم المدرسين، المكاتب مالتكم كانت مليئة بكتب الاخوان. يعني هسه العمر 40 سنة او 50 سنة، هل هذا معناه انه اول 30 او 40 سنة من عمره كان مغيب ولا كان شنو؟ هسه صاروا الاخوان مو خوش وقريب على تكفيرهم؟ الاخوان عندهم انسان يقدرون يجابون نفسهم، بس انا اجي على هذول اللي على اساس لا يمثلون الشعب. ما دام ما يمثلون الشعب، ليش الشعب ما تصرف؟ لا يمثلون الدولة، ما دام لا يمثلون الدولة ليش ما ألقي القبض عليهم؟ سلمان العادة غرد تغريدة يدعو فيها إلى أنه الأخوين قطر والسعودية يتصالحوا، وهم تصالحوا لحد الآن الشيخ سلمان العودة
بالسجن. ليش؟ لأنه قال أصلح بين الأخوين. زين أصلح بين الأخوين شنو يعني؟ ما سوى شيء. لكن يطلع هذا اللي يروح لإسرائيل ويفتر بالمسجد الأقصى، وذاك اللي صاحب الوفد الإماراتي ويرقص ويا الصهاينة، وذاك الأخ هذا المسخ الأخ اللي على أساس ما أدري شو شنو هو، قاعد ببيته وماكو شيء. ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض، هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا وأشغلتونا، والأقصى الأقصى لمعلوميتكم ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. الفلسطيني أنت ما أنت عربي ولا لك أرض ولا لك قضية، الأرض أرض إسرائيل. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير والثاني والله ما ادري ايش اسمه، هذول كانوا ابطال تدري ولا لا؟ لكن نتنياهو جبان، لان نتنياهو ما حركهم، ما ادري وش يبي بالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو احرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. ليش مخليهم؟ ليش ما تريح العالم منهم يا نتنياهو اذا انت رجال وبطل؟ ها ليش ما تريح العالم من هالخمة ومن هالشرذمة هذه؟ انت ايش تبي بالسلاح عندك يا نتنياهو؟ ها اذا ما تخلص عليهم ايش تبي بهالسلاح عندك؟ خلص على الولع قبل امه، خلص على الشايب قبل ولده، خلص على الولد قبل ابوه، وريحنا من هالعالم هذه اللي اذتنا واشغلتنا بالليل وبالنهار. ما بالفيران فارن طاهر، الله يلعنكم ويلعن حتى نتنياهو اللي ما خلصنا منكم. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني، أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وغديه ووكله وشربه ورقده ولا أدخل فلسطيني في بيتي. زين أنتوا عندكم حرية تعبير على أساس اطلقوا صلاح سلمان العودة، سجنتوه على تغريدة. هو لو عندكم حرية لو ما عندكم حرية، إذا عندكم حرية المفروض ماكم معتقلين سياسيين، وإذا ما عندكم حرية وهذول نشاز وما يمثلونكم القوا القبض عليهم. شنو هالكلب المكيالين؟ يعني أصبح الوضع مخجل مخزي. بالله عليكم الأجنبي الأسترالي من تلفات الله لا يعرف فلسطين ولا كل شيء، يروح يدافع عن الفلسطينيين. At certain times where they can't come out. And this actual side of the road that I'm walking on, Palestinians can't come. There's actually a bus stop over behind me, and the Palestinians aren't allowed to take it. I can take it. The Palestinians can't take it. It's complete racism at the heart. And if I walk over here at the bus stop, you'll see. How you doing? You can see the heavily guarded stuff for the Palestinians. So I wonder who's protecting who. They all seem so worried about the Palestinians. There's nothing to worry about. It's terrible. Do you like the racism? I like racism. Yeah. What do you think about the Palestinians not being able to walk along here? I don't really think much about it. It's because you don't think about other people? Or? Of course I do. And then how can you not think when they can't walk here and they can't get the bus? Huh? They can't get the bus, they can't do anything. What do you think? Okay. You don't have to read up. You're living here, man. They're not allowed over here. Well, you're on the bus. American dollars paying, huh? Fantastic. Hey, can I ask you what you think of the racism here? What do you think? What do you think about the Palestinians not being able to walk here? Don't care? What?
You don't care, so I don't understand this. You see the arrogance about it. It's very arrogant that they're racist right to the heart. It's disgusting. You should be really ashamed of yourself. Say hiya. You're looking for peace? Just want to steal all of Palestine? You should be ashamed of yourselves. I just wonder if I could ask a couple of questions. You want to tell me about the... You want to talk to me? About why the Palestinians can't walk down here? No. You don't care? I don't know. I know as much as you know. No, you don't. Did you live here? I don't live here. So you just use, you know, ignorance with a big smile. You should all be ashamed of yourselves. You can laugh. You don't know what's going on over here. You don't care. Hey, guys. Because you're all protected by this. Yeah, I'm recording. Are you? Because you're racist. It's disgusting. You're all protected by all the armed services. You don't care because you think it's God's will. God should give you good life. Yeah, why don't you tell everyone why you're living here? And what you're doing, occupying someone else's land. It's not the world's land. It's our land. Okay, you tell us. I want to know. Yes, it's our land. It's yours? It's written in the Bible and is written in the Bible in very many places. So he says that it's racist and Palestinians shouldn't be able to walk here? They live here best in the whole Middle East. Then why can't they walk across? Tell me why they can't walk across. Tell everybody. Because they shot Jews on every place here. Who shot 28 Palestinians here? Because tell me. They killed Jews here. Who? Who killed the 28? Huh? Defending yourselves. You know, just so you know, fuck the Palestinians. Oh, excuse me. Please talk nicely. No, I won't talk nicely because you're a bunch of animals. No cursing. No cursing. No cursing. I didn't curse this anyone. Is what the world should do. Speak wake nicely. Up, world. ويقعد واحد بالرياض يتسببهم ويلعنهم ويحرض عليهم وماكو شيء. طيب هذا اذا ما يمثل الدولة ندري انه اذا ما يمثل الدولة كان المفروض يبقى القبض عليه. واذا الدولة بها حرية رأي المفروض انه ماكو معتقلين سياسيين. نجي على انه ما يمثل الشعب. اذا ما يمثل الشعب شنو؟ ما عنده جار؟ ما عنده جار شرطي يقدر يقول له تعال يا ولد؟ ما عنده عشيرة تقول له اسكت يا ولد ايش تسوي؟ يعني معناه انه جيرانه واللي عايش هو بيناتهم هو يمثلهم، ما حد اعترض عليه. عشيرته هو يمثلهم، ما حد اعترض عليه. كافي كذب، كافي كذب والضحك على الذقون وعلى اساس عروبه وما ادري شنو. ماكو عروبه، وين اكو عروبه؟ الكيان الصهيوني يذبح بالعرب وانتو تحرمون وبعدين تقولون احنا عرب. ثم يجيك واحد او اثنين او ثلاثة يطلع الذباب والله زعلان وما ادري شنو، ليش والله فد واحد لبناني حكي على البدو. شنو البدو؟ بعدها تم دفع المساعدات من قبل المملكة لإعادة إعمار لبنان وعودته باقتصاد يضمن حياة كريمة للشعب اللبناني. ها أنا من الناس أفتخر بأصل البدوي، من كثر ما أفتخر واني جاعد بلندن لابس العقال والغطرة وأفتر. لكن خلينا نكون واقعين، الأصول البدوية سوت. احنا بالعراق اهل السنة ذبحوا ذبح ومن صار الطلب لدعم دبلوماسي دعم اعلامي لا خوف الله عليكم اذا انطيتوا فلوس، من صار الطلب شنو كان الجواب؟ لا بامر امريكا. من محمد بن سلمان سجن امير شمر شنو كان جواب البدو؟ صم بكم. من محمد بن سلمان او مو محمد بن سلمان لا من تركي آل الشيخ سجن امير عتيبة شيخ عتيبة، سويتوا البدو؟
ماكو شيء. من تهجروا بلي وجهينا والحويطات ايش سويتوا انتوا البدو؟ ماكو شيء. وهسه زعلانين والله لانه فد واحد لبناني هم ما حكى على البدو، نوه على فشل البدو. نبدو اقول لكم احنا فاشلين 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 فاشلين. واذا ما رجعنا الى كلام الله وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما راح يظل منا شيء، لانه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام وان ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله، لان بدون الاسلام ترى احنا ما نسوى شيء. واللي يتصور انه فلاسات النفط راح يعزن ترى ما يعزن، بالعكس جاب ذل. واللي يتصور انه الاقتراب الى الصهاينة ومحاولة مجاراتهم راح يسبب لنا عز، لا بالله راح يسبب لنا ذل. والله يهدي الجميع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.